ويمكن النهارده نحب نبدا بخبر ونقول ان التحالف الوطني بيستعد للعمل الاهلي التنموي لارسال قافله شامله محمله بكميات ضخمه من المساعدات الانسانيه ومواد غذائيه وعلاجيه، وتضم اطباء من جميع التخصصات وادويه واجهزه، طبعا اجهزه طبيه، لدعم اخواتنا واشقائنا الفلسطينيين. واكيد طبعا ده على خلفيه تصاعد الاوضاع في غزه، وبيجي تنفيذا لتوجيهات سياده الرئيس عبد الفتاح السيسي. التحالف الوطني اللي عمل الاهلي التنموي اكد مواصله جهوده في ارسال المزيد من المساعدات الانسانيه بكل اشكالها وحتى تحسن الاوضاع، وانه بياسف، وطبعا جميعا بناسف بسقوط المزيد من الشهداء. الحقيقه واحنا كمان طبعا بمزيد من الاسف وغايه في الحزن بنقدم تعازينا لكل اهلنا في غزه، اهل الصمود والتحدي والاراده، وربنا معاهم ويرحم يعني شهدائنا جميعا يا رب ان شاء الله.